بالمناسبه من ضمن الحاجات اللي بتضغط عشان التصنع الانستجرام متابعه الانستجرام والصور اللي عليه بدون وعي ان دي مش الحياه الحقيقيه وده بيخلي البني ادم نفسه يعيش العيشه دي حتى لو مش قادر عليها لان محدش بينشر صورته على الانستجرام وبيعيط كلنا بننشر صورنا احنا بنضحك واحنا مسافرين واحنا بنصيف واللي في اوروبا واللي مش عارف ايه و... واللي لابس لبس جديد واللي بياكل في مطعم دافع ألف جنيه في الوجبه دي فانت بتحس كده ايه ده أنا عايز أبقى كده اللي بيضغط جداً على البني آدم أنه ممكن يعيش عيشة ممكن تبقى فيها ضغط شديد عليه وتدفعه تمن كبير أوي.